المواصلين مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في انطلاقات صباح هذا اليوم التي تأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في دولة قطر. وينطلق الشوط الثاني عشر وعلى الهواء مباشرة متمنيا التوفيق والنجاح والسداد لكل المشاركين في هذا الشوط. هذا هو الشوط الخاص بفئة الحقائق القعدان، ومقدمة الشوط رعد حامد بن علي بن مايق الأحبابي على المركز الأول التضمير مع صالح بن محمد العتيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن يتقدم السيف صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، يتواجد السيف على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم مكلف لمحمد بن عبد الهادي بن علي آل بريس المري على المركز الثالث، ولكن دخول وتسلل عليه من قبل شاهين سالم بن سعود بن سالم آل فهيده المري من يتقدم إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع مسافر لعلي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد، وعلى المركز الخامس شعار أحد الشعارات المشاركة في هذا الشوط والمتقدمين حامل الرقم 52 أو 58 مياس طالب بن محمد بن طالب آل فهيدة المري. هذا هو نداءنا الأول متابعينا الأعزاء، ولكن أشوف أحد المتدخلين إلى عالم النداء والإذاعة، ومن ينتقل إلى المركز الثاني شايم ناصر بن سعيد بن عبد الله بن لحول المري. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط رعد 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 على المركز الأول وفي صدارة الشوط بهذا الأداء الكبير. رعد يقود هذا الشوط، يسيطر على المنطلقين جميعا بهذا التقدم الكبير. رعد تعود الملكية لحامد بن علي بن مايق الأحبابي، وهالي العامرية يطالبونك بسلام الشوط أبو علي، يطالبونك بسلام وبنقطة هذا الشوط. هل العامرية اللي دائما وأبدا ما ينقل لهم السلام، هذا الشعار الكبير شعار سعادة حامد بن علي بن مايق الأحبابي على المركز الأول وفي صدارة الشوط التضمير كما ذكرت قبل قليل مع أحد الشباب المضمرين صالح بن محمد العتيبي. المركز الثاني مبلش لعلي بن سالم بن جابر الجربوعي على المركز الثاني. المركز الثالث اللي يتقدم ويتحرك هنا شاهين لسالم بن سعود بن سالم آل فهيدة. المركز الرابع التقدم والتحرك من قبل الشقب لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود. بينما المركز الخامس أيها الأعزاء أحد المنطلقين يتقدم أحد المهاجمين حامل الرقم 49 مياس 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 تعود الملكية، تعود ملكية مياس لمسفر بن محمد بن زومان آل مرسان الهاجري. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول شاهين سالم بن سعود بن سالم آل فهيدة على المركز الأول. المركز الثاني مبلش، يا بلشتكم من مبلش في هذا الشوط علي بن سالم بن جابر الجربوعي، ولكن أيضا التسلل والتحرك من مياس مياس يا مياس مياس اللي ولا أيضا سلهود قادم محمد بن ظفر بن راشد الهاجري. يا سلام يخترق حاجز الصوت من وسط القعدان ومياس وسلهود. الشوط لمن؟ سلهود لمحمد بن ظفر بن راشد الهاجري، ومياس يا متابعين لمصر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري. ولكن العصا قوس مع سلهود حتى هذه اللحظات، وأيضا وصول خطير وصول خطير وتقدم مثير من قبل الباز عبد الهادي بن علي بن مناخر البريدي المري. يا سلام الباز 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 وسلهود الباز وسلهود، ولكن الباز ولكن الباز يتسلل الباز يتقدم الباز. رحمك الله يا الباز رحمك الله يا الباز، يا من أتأت يا من جئت بهذه السلالات الأصيلة والعريقة. هذا هو الباز هذا هو الباز عبد الهادي بن علي بن مناخر آل بريدي المري على المركز الأول. يا سلام اللحظات الأخيرة والفوز مع الباز، المركز الأول مع الباز مع مالك الباز مع محمد بن عبد الهادي مع مالك الباز عبد الهادي بن علي بن مناخر لحظات الوصول. تهانينا والناموس. الهود احتل المركز الثاني لمحمد بن ظفر بن راشد الهاجري. المركز الثالث كان الوصول فيه من مياس لمسهر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري. المركز الرابع
المركز الرابع سراب لراشد بن عنتر بن كردي ملخص. المركز الخامس وصل فيه 26 رعد لحامد بن علي بن مايق الأحباب. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء وسلالة الباز الذي كان خسارة على المنتجين رحيله بالفعل. هذا هو ولد الباز وهذا هو ملخص هذا الشوط، الشوط الثاني عشر من أشواط هذه الفترة الصباحية. هذا هو لحظة تسلل الباز كما نشاهد في الإعادة لمجريات ولأحداث هذا الشوط. الشوط الثاني عشر يتسلل الباز إلى المركز الأول ليعلن أنه من فاز بناموس الشوط. فتهانينا والناموس لمالك الباز عبد الهادي بن علي بن مناخر آل بريدي المري. لحظات الوصول 4:38.81 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الباز عبد الهادي بن علي بن مناخر البريدي المري. المركز الثاني كان الوصول من سلهود اللي ما قصر ابدا في هذا الشوط، قدم عرض ممتاز. 4:39.33 من الثانية. تهانينا لمحمد بن ظفر بن راشد الهاجري. المركز الثالث ايضا مياس كان له حضور في الامتار الاخيرة. تهانينا لمالك مياس. توقيت مياس 4:39.75 من الثانية. تهانينا لمالك مياس مسفر.